من مدينة بوغوتا في كولومبيا لنسلط الضوء على أهالي بلدة فيليتا التي اختصت بزراعة قصب السكر وإنتاج البانيلا. في هذه البلدة ينمو قصب السكر بوفرة ويتم تحويله إلى بانيلا وهو سكر طبيعي، وهذا المنتج هو عصب اقتصاد هذه البلدة. يعتمد اقتصاد العديد من المناطق والقرى الكولومبية على قصب السكر، منها بلدة فيليتا غربي كولومبيا. في هذه البلدة ينمو القصب بوفرة. نحن مزارعون نعمل في قصب السكر وإنتاج البانيلا الذي يتم تصديره إلى عدة مناطق ومدن. بعد حصاد القصب يتم تحويله إلى منتج يسمى بانيلا، وهو سكر طبيعي يدر على أهل البلدة بعد بيعه، ما يعينهم على مصاريف الحياة، ومعظم المزارعين هنا يعتمدون عليه. فانيلا منتج سكري يمكن إضافته للقهوة والمشروبات أو حتى تناوله مع الماء فقط. بعد جمع القصب مباشرة تبدأ عملية إنتاج الفانيلا، عدة مراحل تمر قبل الحصول على السكر.